ورجعت شعري على طبيعته افرو او كيف ما كيسميوه في المجتمع المغربي شعر الحرش اللي هي كلمه كتنقص من هاد النوعيه ديال الشعر. سلام واضح. انا هدى موديل فوتو ومانكا والفاوندر اوف بلاك وومن بالعربي ماشي عزيزه. هي منصة على انستغرام وتيك توك لتكسير صور نمطية على المرأة السوداء ولا السمراء في المغرب شمال افريقيا وشرق الاوسط. طبعا بديتها من خلال تجارب اللي دوز سواء في الطفولة ديالي وحتى لدابا. مثلا في الطفولة ديالك يكونوا الناس اللي يقراو معاك الاطفال اللي في نفس السن ديالك وكتكوني مثلا انت اللي سوداء ولا سمراء في الكلاس كتتعرضي لهاد المواقف ديال العنصريه والتنمر وهذا الشيء عانيت منه بزاف لدرجه انني كانت مده طويله ما كنبغيش التكسور ديال شعري اللي هي افرو وحتى هذا مؤخرا دابا عاد باش تقبلته من ديت المنصه ورجعت شعري على طبيعته افرو او كيف ما كيسميوه في المجتمع المغربي شعر الحرش اللي هي كلمه كتنقص من هاد النوعيه ديال الشعر. غير في مجال الموضه ولا الموديلين اللي كنشتغل فيه باقي عندنا نفس المعايير ديال ان خص يكون الجمال مقتصر على لون معين كزعما البياض البشره والشعر يكون مسرح رطب. هادشي باقي كنشوفوه هنا والدليل ان كاينين بزاف ديال البنات السمراوات ولا كحلات منهم انا اللي ما كنخدموش بزاف ومصممات ما كيتواصلوش مع هاد النوعيه ديال المودلز ولا شفنا في الاجنسيز الكبار في عالم المودلين ولاو كياخذوا مودلز بسايز مختلفين. الصراحه هادشي زوين بزاف اننا نكسروا هاد الصوره النمطيه على المراه. كنشوفوا في مودلين النساء عندهم البهاق ولا عندهم متلازمه داون ولا عندهم الافرو هير ولا دارك سكين هادشي هذا كامل مزيان اننا نبينوا هاد التنوع ديال الزين وهادشي هذا كنحاول ما امكن نبينوا عندي في المنصه. كناخذ صور مع النساء سوداوات كنخدم مع ديتا مختلفين ولا كندير دي فيديو بوغ انسبيري لي في باش يبغيو شعرهم كيفاش يعتنيو بشعرهم الافرو ولا الكوري كيفاش يختاروا الميك اب مناسب ليهم كنشارك معاهم كاع داكشي اللي كنعرف. العقليه في المغرب واش تبدلات من ما بين شحال هادي ودابا تحسنت مقارنه مع شحال هادي ولكن مازال بزاف ديال الناس اللي خصهم يفهموا هذا الشيء هذا حيتاش كيأثر على بزاف ديال البنات كيأثر علينا حتى لدابا. شنو قال لنا العالم على الشعر من الحجايات الاشهارات والافلام وحتى الفيديو كليبات؟ عادة ما كنشوفو شعر طويل ورطب علامة على انك امرأة زوينة وقوية. رسالتي اللي بغيت نخلي لاي بنت كتشوفني هي انها تبغي راسها كيف ما هي وتاكسبت راسها كيف ما هي باش تقدر تزيد لقدام. ما تحاولش انها تبدل من ذاتها باش ترضي الاخرين. وحاجه واحده اخرى بغيت نقول لهم يبغيو شعرهم. ما كاش بزاف ديال البنات اللي يخليو شعرهم كيرلي ولا افرو. هادشي زوين بزاف وغادي نقدروا انسبيرو بزاف ديال البنات اللي صغارات اللي ما كيبغيوش شعرهم فريمون وكيحاولوا ما امكن انهم يبدلوه.